تعالي يلا حطي الجنطة وخذي عزوز، ما أقدر راسي عورني كلش. أقدر ماما. يلا يلا هات شعري ماما حبيبي، هات شعري. آخر بستاستا رهيب. شنو هذا؟ كان يا مكان في قديم الزمان، كان في ميمة يابت بنت وحدة بين ثلاث صبيان. هالأم عطت قلبها وعيونها لبنيتها الوحيدة، هالبنية الوحيدة اسمها طيبة. كانت تقول ماما اشتري لي هالقلادة، أبي أحط فيها صورتي وصورتك عشان لما تنشغلين عني أفتح القلب وأشوف صورتك فيه. يم صورتي قمت وشريت لها القلادة، واشتريت لي قلادة ثانية من ورا بنيتي، حطيت فيها نفس الصورتين اللي كانوا في قلادتها. البنت كبرت وتزوجت وعيلت وضاعت منها هالقلادة، بس أنا عمري ما ضيعت هالذكرى الحلوة، ظليت محتفظة فيها طول هالسنين الطويلة. بس صار الوقت اللي أعطيك فيها القلادة يمكن تذكرك بأمك اللي نسيتيها وجرحتيها، يمكن تذكرك بهذيك البنت الصغيرة اللي كان أول حب في حياتها أمها. ريم جايبك الهدية؟ أسعد لحظة عند كل أم لما تلاقي عيالها حواليها يحبونها ويحمونها ويخافون عليها، وأتعس لحظة عند الأم لما يفقدون عيالها ثقتهم فيها. أنا الأم التعيسة هذه اللي جرح قلبها ظناها الصغير، اللي شالتها بطنها 9 شهور وسهرت الليل والنهار على تربيته، ولما كبر تنكر لها وطلع عن شورها واتهمها وفقد ثقتها فيها. هذا اللي بدينك سنفيران يا حبيبي، إذا فعلاً مقتنع أن أمك تسمم مرتك وتجرح قلبك حط لي السم في أكلي واخذ بثار مرتك مني، يمكن لما تسمم أمك وتذبحها يتطمن قلبك ويرتاح بالك. لا تردد. فيك دشيت الدار لقيت هدية وعبالي منك، بطلت الهدية ولقيت فيها اسم. شنو يعني؟ يعني أمي تبيني أسممها مثل ما سممتك. كل هذا بقلبك أمه وأنا ما أدري. أنا بيع الدنيا كلها واشتريك. سامحيني سامحيني أمه، سامحيني
يا أطيب الناس، أنا ظلمتك. أنا ما أحبك، أنا أحبك أكثر من هالدنيا واللي فيها. سامحيني يمه، سامحيني إذا ظلمتك أو جرحتك أو عورت قلبك من غير ما أقصد. يمه أنا ما أدري إيش أقول لك بصراحة، ربط لساني، بس أنا مستحيل أعطي الإيد اللي مدت لي، اللي ربتني وكبرتني وتعبت علي. ما أنا مسامحك. أنا أحبكم، أحبكم كلكم، وايد أحبكم. ألو؟ إي أنا. منو؟ يما صار لهم أكثر من نص ساعة، خلينا ندخل داخل نشوف شو السالفة. ماني داشة المخفر ولا متحركة من مكاني، نطري الحين يطلعون إخوانك ونعرف شو السالفة. يما مو معقولة كذي قلبك بارد، ولدك العود داخل وأنت حتى ما تدرين شو صاير؟ ماني داشة وأنت بعد ما راح تدشين. أنت إيش تبين الناس؟ تقول علينا أنا وبنتي توالي الليل بالمخافر؟ يما وأنت هذا اللي همك؟ كلام الناس؟ مو همك ولدك اللي داخل اللي الله يعلم مش فيه؟ ولدي العود هو نفسه ما راح يسمح لي ولا يسمح لك ندش داخل المخفر. انت تدرين المخافر مليانه صحفيين اخر الليل؟ ايش تبين يقعدون يشكشكون فينا بالصور وينزلون بالجرايد وتفضحينا وشمتين الناس فينا؟ اما الصراحه انا مو قادره اصبر، بروح اشوف. تعولي انت، الله يهداك، ايش فيك شنيتي؟ والله ان رحتي هناك ادق على ريلك اخليه ياخذك. اسفه اسفه، والله من المشاكل نسيت ان انت وريلك على خلاف. يا يما ايش فيك؟ اهدي شوي، الحين يطلعون اخوانك ويطمنوننا عليه. اهدي، ايش يدخلنا؟ والله طال عمرك انتم اتصلتوا علينا وقلتوا لنا اخونا هني محجوز واحنا جايين نستلمه. عماد عبد العزيز؟ اي عماد عبد العزيز، هو شو مسوي؟ وصلنا بلاغ عن بنت منتحره بجرع زايده في شقه يمتلكها اخوكم، وبعد التحريات تبين ان هالشقه دائما يتكرر فيها سهرات خاصه مشبوهه.